الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأفعال. الفيديو هذا فيديو توثيق فقط لا غير، يعني التحري هنا يعني توثيق، ليس إلا يعني في محاولة إن شاء الله رب العالمين بعد رمضان يمكن نجمع الفيديوهات مع بعض ونشوف يعني متى كانت ليلة القدر. في محاولة أيضا لمعرفة متى كانت، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا في جميع الليالي إن شاء الله. هو باقي هنا بالنسبة لي على الشروق تقريبا يعني 3 دقائق على شروق الشمس. أهلا ومرحبا بكم جميعا، بارك الله فيكم. الشمس على المشارف، على مشارف الخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قد علمنا في علامة ليلة القدر علامة بها تتضح الرؤية، وهي أن تخرج الشمس في صبيحتها، في صبيحة ليلة القدر. قيل بأنها حمراء ضعيفة، وقيل بأنها بيضاء لا شعاع لها، لا شعاع لها. فخرج الشمس قدر رمح، يا رب نسأل الله جل وعلا يعني أن يبلغنا ثواب ليلة القدر يا رب العالمين. فخروج الشمس لا شعاع لها في هذا اليوم لا دليل على أنها كانت ليلة القدر. طيب إحنا ليه بنتحرى ليلة القدر؟ طبعا أنا كنت تكلمت في فيديو قبل ذلك وقلنا بأن العمل في جميع الليالي، ومش إحنا نتحرى فقط الليالي الوترية أو نتحرى ليلة 27، لا، احنا قلنا أن العمل يكون في جميع الليالي، والقيام نجتهد في جميع الليالي في قيام هذه الليالي، لعل الله جل وعلا يكتب لنا قيام ليلتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا بس بعلق تعليق، يعني أرجو منكم المشاركة، مشاركة الفيديو والمتابعة علشان نستمر مع بعض إن شاء الله، ويوميا هيكون في نفس التوقيت نتحرى فيه بإذن الله، بإذن الله. غفر الله للجميع يا رب. طيب قلنا بأن ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا وقلنا بأن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وده كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي في العشر الأواخر، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، وقال: التمسوها في الوتر في العشر الأواخر، وقال: التمسوها في 9 بقين و7 بقين و5 بقين و3 بقين، يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27. والجمهور على أنها أرجى ليلة، يعني يرجون من الله جل وعلا أن تكون ليلة 27. والإمام الشافعي يعني أو مذهب الشافعية يرجون من الله جل وعلا أن تكون ليلة 21 وليلة 25 أو ليلة 23، نستغفر الله. فإن كان في ليلة 21 اللي مرت دي مذهب الشافعية على أنهم يرجون من الله أنها تكون في ليلة 21، فهذا فضل عظيم، نسأل الله جل وعلا يعني أن يبلغنا ثواب ليلة القدر. كثير من الناس بيغفل عن ذلك وبينتظر ليلة 27، وهذا يعني خطأ. والله
ممكن تكون بكرة، ممكن تكون الليلة. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياها، سواء كانت الليلة أو بكرة أو بعد أو آخر الليلة في رمضان. ونحن الآن على مشارف، طبعا خروج الشمس، هي الشمس بتشرق نعم، لكن بتأخذ حوالي 10 دقائق لما بتطلع في يعني كبد السماء زي ما بيقولوا. السماء صافية ما شاء الله تبارك الله، والجو هادي، وأمس كان في سكينة وهدوء غير طبيعي صراحة. يعني أنا امبارح استشعرت يعني شيء قريب ممكن تكون كانت ليلة القدر، الله أعلم الله أعلم. لكن أمس كان في هدوء وكان في شيء واضح جدا. احنا قلنا يا أحباب هذا فقط للتوثيق، يعني احنا مش ان شاء الله حتى لو شفنا كانت واضحة الآن مش هنروح يعني نغفل عن باقي الليالي، لا، هذا للتوثيق فقط. وفي آخر الشهر ان شاء الله رب العالمين سنقارن بين هذا وبين ما رأيناه. صورة من الفيديوهات كلها في ساعة خروج الشمس في آخر رمضان بإذن الله، لكن أنا يعني فقط أوثق هذا لكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية، وأن يبلغكم ليلة القدر، وأن يبلغكم ثوابها، وأن يعيننا على الطاعة فيها. يعني الله جل وعلا قادر على أن يبلغنا إياها، وقادر على أن يعني يرزقنا فيها العمل الصالح والاجتهاد في الدعاء والاجتهاد في الطاعة والصدق والإخلاص فيه، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. فإحنا نسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من المخلصين والمخلصين والصادقين، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ذلك، يرزقنا يعني الجد والاجتهاد في هذه الليلة، وأن يبلغنا إياها. هي بدأت يعني تخرج شيء بسيط لو تلاحظون، يعني بدأت الحمد لله تخرج اهي في الأفق، جاية من بعيد اهي، يعني بدأت تطلع، يمكن الأفق واضح جدا ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. وبدأت تخرج اهي، انا طبعا في مكان عالي جدا والدنيا قدامي واضحة، فهتكون واضحة بالنسبة لكم. انا الى الان حس ان في برد، يعني وفي شيء يعني له برد وله حار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الليلة ليست بالباردة وليست بالحارة. فإن كان مذهب الشافعية أن هي ليلة 21 و 23 ليه لا تكون الليلة، هي بدأت تطلع يا الله أعلم. طبعا كل الشمس ما بتبدأ تخرج هي بتطلع بالشكل ده، هي مش العبرة مش ساعة خروجها، العبرة لما يعني تطلع في السماء كده قدر الرمح هتبدأ تشوفها فعلا، هل الشمس لها شعاع ولا ملهاش شعاع. وأنا صراحة إلى الآن أنا شايفها، أنا بص للشمس بعينيا صراحة. نعم سلام هي حتى مطلع الفجر. هل رأيتم؟ الله أعلم. هي بدأت تطلع اهي، أنا بحاول أنظر إليها، لكن يعني هل لها شعاع؟ أنتم شايفين يعني. الله أعلم، إحنا هذا توثيق فقط لا غير. أول ما بتطلع قدر الرمح كده أنا بطفي. الله أعلم هل هذه هي أم لا؟ هل فيها شعاع؟ يعني أعتقد إن هي ليها شعاع، بس هي يعني الله أعلم.
أنا في مصر، السعودية، استغفر الله. الله حنيني للوطن يعني جعلني لساني سبق. نعم. هل ترون لها شعاع؟ يعني أعتقد إن أنا الآن مش عارف أبصلها صراحة. يعني هي الآن تعتبر خرجت في إيه؟ يعني في كبد السماء زي ما بقول. عليها شعاع، والله أعلم. طبعا الشكل ده يعني أنا أحفظه، وإن شاء الله رب العالمين في كل ليلة يعني الفيديو يكون محفوظ في نهار كل ليلة، صبيحة ليلة 21. هذا توثيق لي أعتقد لا شعاع. الله المستعان. طبعا بقرا التعليقات بس انا مش عايز ارد، عشان بس يعني ايه، حبايبي كثير يعني ارد على الناس كلها كده، ما حدش يزعل. اعتقد ان هي ليها شعاع، يعني انا كده احنا صبرنا عليها 10 دقائق بعد ما خرجت، وانا والله اعلم ليست هي، والله اعلم. لكن عموما احنا قلنا بان الاجتهاد في 10 ليالي، وهذا توثيق غير، لا يبنى عليه أي عمل، لا خير ولا شر. تمام، عشان ما حدش يقول إن أنت بت سنعرف المعلقين يعني. إحنا بنجتهد في جميع الليالي، وهذا للتوثيق. أنا بعيد نفس الكلمة علشان ما حدش بس يعني يبني عمل على هذا المنظر يعني. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يرزقنا ثواب ليلة القدر. يعني أعتقد الآن الشعاع واضح، يعني الشعاع واضح الآن. غفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ثواب ليلة القدر، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يتقبل منا جميعا صلاتنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وصالح أعمالنا رب العالمين. غفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. هذه الأيام كما قالت عائشة، يعني لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سئلت ماذا نقول في هذا، قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني هذا هو الدعاء الوارد في السنة، وأفضل الدعاء ما قاله نبي رب السماء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا لكم. نعم ليها شعاع، ليها شعاع، والله أعلم ليست هي.